السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، هذا هو الموعد الذي قررته الحكومة لبدء العمل رسميا في عدد من القطاعات الحكومية. القرار بدأ تطبيقه فعليا في عدد من الوزارات، ومنها مثلا وزارة التموين والتجارة الداخلية. الدكتور خالد حنفي وزير التموين واحد من الوزراء الذي يسري عليهم القرار المطبق فعليا على كل وزراء الحكومة والقيادات العليا بها، ولذا كان حريصا على الالتزام به. من 7 لـ 8:30 9 بنخلص حاجات كتيرة جدا، احنا بنحط توجهات لبلد، بنحط خطط للمستقبل. الفترة ديت لما بدأنا بيها وبدأنا نكون موجودين من 7 الصبح، ومش الهدف فقط التواجد لغرض التواجد، ولكن التواجد عشان ننجز في حاجة. ونفس القرار تم اتخاذه في وزارة التجارة والصناعة، حيث تدق ساعة العمل في 7 صباحا. أنا بالنسبة لي يعني موافقني تماما، لأنه عادة كنت بوصل الساعة 8 المكتب، والفرق بين 7 و8 بالنسبة لي مش كبير، لأنه بصحى بدري جدا. فترة الصباح دي فترة هدوء، واحد ممكن يشتغل بمنتهى الهدوء، ممكن يعقد الاجتماعات مع زملائه ومعاونيه بدون انقطاع. ترحيب والتزام بالتنفيذ، هكذا كانت مواقف قيادات الوزارتين. احنا كلنا راضيين على فكرة عن القرار ده، وكلنا مقبلين، وكلنا عندنا امل ان شاء الله ان بلدنا هتبقى للافضل، وفي بوادر يعني ان شاء الله باذن الله. ان انت تبدا يومك بدري ده معناه ان انت يعني عندك وقت اكتر، ان انت تقدر تعمل فيه تنجز فيه شغل اكتر. هو القرار اكيد صائب، بس في بقى ما بعد القرار بالنسبه للي عندهم اولاد والاطفال صغيره، لازم في حضانات يودوا 7 الصبح دي يودوهم فين، لازم يترتب لها. وبرغم أهمية القرار للاقتصاد والخدمات المقدمة للمواطنين، لكنه لاقى ردود فعل متباينة بينهم. صراحة قرار كويس. شغل العمل بتنزل الساعة 8، اشمعنى خدوه 7 الصبح يعني؟ كل دول الخليج بتشتغل كده. ما تسأل الناس اللي سافرت بره، الدوام هناك من الساعة 7 للساعة 1. في ناس ساكنة في أماكن بعيدة والشغل بتاعها بعيد عنها، فيستحيل إن هو يبقى في ميعاده الساعة 7 الصبح. ننزل 6 و7 و5 والساعة 3 بالليل لو في مصلحة للبلد والناس تعيش وترتاح. بين مؤيد ومعارض للقرار انقسمت آراء المواطنين، في وقت ترى الحكومة أن للقرار إيجابيات ستظهر قريبا، وأولها توفير ملايين الجنيهات المهدرة في الطاقة والتخفيف من حدة أزمات المرور.